اللي انا كنت هتكلم فيه النهارده اللي هي سلسله النصايح اللي احنا اتفقنا عليها. اول حاجه، بلاش تجبر نفسك تكون كويس مع حد. بمعنى في اشخاص معينه بتكون سببت لك على مدى حياتك او على مراحلك اذى نفسي فظيع، فانت بتبقى في الغالب بتحاول انك تنسى بقى الاذى النفسي والكلام ده كله. بس ده حتى لو انت قدرت تنسى الاذى، فانت ما بتقدرش تنسى اللي الشخص ده عمله فيك، او مثلا الاذى اللي سببه لك، او مثلا مضايقتك، او انه مثلا اتريق عليك، او انه حاول يغيظك في يوم من الايام، او انه شتمك، او باختلافها بقى. فانت ما تحاولش انك تجبر نفسك تكون كويس مع الشخص ده علشان ما تدخلش في دايره اسمها دايره النفاق. بمعنى انت بتحاول تنسى موقف وتحاول تعامله زي ما دينك بيقولك وببسمه وخلاص، بس ما تحاولش لو انت لسه قلبك ما قدرش ينسى، او يعني لسه ما قدرتش تتجاوز الصعوبات اللي هو سببها لك، ما تحاولش انك تخلي نفسك او تجبر نفسك انك تكون قريب منه، لان انت اساسا كل ما يعني بتشوفه وانت اساسا ما نسيتش، فانت بترجع يعني زي ما يقولوا ايه، بتجدد الموضوع تاني جواك وبتخلي الموضوع اصعب عليك انك يعني تنسى خالص او انساله الوحش خالص، وتحاول تبتدي معاه من الحلو. وبتبقى يعني حتى لو انت حاولت انك تبين له ان انت نسيت، بس انت كده بتكون بتأذي نفسك انت شخصيا. فاحنا ما استفدناش حاجه، احنا مثلا مش عايزين وهو يحس انك بقيت كويس، وانت في الاصل انت بتتاكل من جوه لمجرد ان انت قريب من اللي ضايقك. فاهم حاجه؟ فدي اول حاجه. النصيحه اللي بعد كده، بلاش تنمر. بصوا يا شباب، هي دينيا مطلوبه واكيدا، بس انا صراحة مش حافظه الاحاديث، انا مش حافظه الحديث واحد بس، ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان قال حديث فيما معناه انه كان قاعد مثلا ثلاثه مع بعض، فلا يتنازى اثنان دون الثالث، عشان الثالث ده يعني ما يفكرش انك تتري عليه او كده. كمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال تبسمك في وجه اخيك صدق. طب بالاضافه كمان انك ما بتتنمر على بني ادم ما، فانت كده بتدخل في دايره مثلا سواء تتنمر على شكله او لبسه او جسمه او 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 طريقه كلامه او اي حاجه، فبيكون في حاجات لا اراديه، او يعني انت بتتنمر على حاجات لا اراديه في ايد الشخص مثلا، وهي طبيعه او ما الى ذلك يعني، فبتكون حاجه او دي حاجه ربنا خلقها فيه. فاهم حاجه؟ فانت كده يعني بتتريق على اللي ربنا خلقه او على طبيعه او كده، فاوريدي بتشيل ذنوب. كمان وانت بتتنمر، فانت كمان بتدخل في دايره الغيبه والنميمه ومش عارف ايه، فبرضك بتشيل ذنوب. فانا كده جبناها من ناحيه الدينيه. طب ديننا بقى ليه امرنا مثلا ان احنا ما نتنمرش على شخص ما او الكلام ده؟ اولا انت بتسبب اذى نفسي انت مش داري بيه، يعني سواء بص كميه التنمر انت بتتنمر بيها بجد، او سواء ايا كان طريقتك، فانت بتسبب اذى نفسي للشخص ده انت ما تتخيلوش والله العظيم. فمثلا في ناس بتقولك احنا بنهزر، انساني وانسى البني ادم اللي انت بتتنمر عليه وانسى اي حاجه. هل مثلا لما البني ادم ده يجي بقى ساعه الحساب وانت تقف مثلا تتحاسب قدام بعض، لو انت مثلا هتيجي قدام المولى عز وجل تقول انا كنت بهزر، فهي حجه باطله في الاخره. يعني انا عايزه اوصل لها معاك ان كلمه انا بهزر هي حجه باطله في الاخره، انت مش هتقدر تاخدها حجه، هي مش حجه اصلا. فاهم حاجه؟ فما انت مثلا تقعد تضحك والله احنا بنهزر ومش عارف ايه، واحنا اساسا مليانين ذنوب، واحنا اساسا كذا، واحنا اساسا كذا، انت مش هتقولها حجه في الاخره. فمجرد انك مش تعرف تاخدها حجه في الاخره، او مش هتبقى حجه ليك تنقذك من انت فيه، فما تقولهاش في الدنيا. اعترف انك غلطان، اعترف انها غلطه فيك، وان هي فعلا انا غلط، والتنمر ده حاجه مش كويسه، والتنمر ده لازم اتخلص منه. بس هو انت مش ريموت كنترول، يعني انت مش هتضغط على ريموت كنترول كده وتبطل تنمر، لا بالعكس، انت بتقعد فتره وما تقولش مثلا الشخص ده قريب مني فعادي. لا يا شباب، يعني حتى لو قريب منك هو لما بياخد، بالعكس يعني، ده لو انت قريب مني وقلت تنمر، فهي بتبقى في شخصيتي انا تاثيرها اكبر من الشخص الغريب ان انا اساسا متوقع منه انه يعمل حاجه شبه كده. فاهم حاجه؟ فلما بتبقى قريب من شخص وبتتنمر عليه اصلا، فبيبقى تاثيرها عليه اكبر. فاهم حاجه؟ فانت طبعا مش ريموت كنترول، ومش هتضغط مثلا على ريموت معين وتبطل وهتنسى التنمر، لا بالعكس، هو انت تقعد فتره وبس، حاول انك تحاول تكبح نفسك عن الموضوع ده. وانا هبقى اعمل لكم فيديو كامل، بس عشان الفيديو ده ما يطولش، عن كيفيه التعافي من التنمر، لانه حقيقه مرض ولازم احنا نخلص منه. النصيحه الثالثه اللي انا عايزه اتكلم فيها، ما تحاولش انك تتطبع على طبع مش طبعك، ولا سيما الهدوء. في ناس عصبيه زي حالاتي، ودي بقى انا واخداها من الواقع الشخصي. فلما جيت فتره فوالدي قال لي حاولي تبقي هاديه، حاولي تمسكي نفسك، حاولي ما تتعصبيش، حاولي وحاولي وكده. فانا طبعا سمعت كلامي كبنوته شاطره، مش دايما بس اوكي،
فحاولت ابقى هاديه فعلا وما اتعصبش بقى والكلام ده، وحاولت اتطبع على طبع مش طبعي، يعني مثلا مش هاديه بس حاولت اتطبع على طبع اللي هو اساسا مش طبعي. وجينا في يوم، في يوم ما جه بقى اختبار هدوئك كشخصيه، وفي فلانه قالت لي 5 7 كلمات كده حرقوني. فبما اني بني ادمه جربت او حاولت ان انا اكون هاديه واسكت او استحمل غتتتها، يلا مطرح ما هي راحت حاولت ان انا اسكت، وبالفعل ما ردتش عليها طول ما احنا قاعدين في المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه. وروحت البيت وافتكرت الموقف، بس انا في الغالب برد، ولما حد بيضايقني بالكلام برد، بس طبعا مش برد بشتيمه، وانا برد بكل ادب، بس ببقى حسيت ان انا خدت حقي وبروح تمام. لما جربت بقى ان انا ما ردتش عليها وروحت تمام برضو، بس لما روحت بدل ما كنت كلتها بالكلام، او بمعنى اصح خدت حقي منها وانا واقفه او الكلام ده كله، انا روحت كلت في نفسي انا، يعني ما قدرتش انسى. لا وبالعكس، يعني انا متهيالي لو كنت انا ما برد اصلا بنسى الموقف بعدها، يعني انا خلاص بحس ان انا خدت حقي فانا تمام، انا كويسه وبروح سليمه نفسيا ومش متضايقه والموضوع خلص، ولو نفس الشخص قابلني تاني فتمام. بس لما انا سبتها المره دي وروحت انا كلت في نفسي انا، فالموضوع اتحول ان انا كنت اخد حقي كده فيس باي فيس والموضوع يخلص، لموضوع ده انه لازق معايا من ساعه ما الموقف حصل. ادينا داخلين على اسبوع ده اهو ولسه فاكراه ولسه مقصر فيه. حاجه كويسه خالص، لاني ده مش ده مش نوع العفو اللي مطلوب. لما ربنا سبحانه وتعالى امرنا نعفو، فاللي هو العفو اللي عند المقدره، لكن العفو اللي بيسبب اذى نفسي ده مش مطالب. وخصوصا كمان انه لو بيعاقبك على حاجه او بيعنفك على حاجه هو ملوش فيها، او هي مش هتضره في حاجه، او اساسا مش نصيحه اصلا، ده هو نوع من انواع اللي هو انت غلط عشان لمجرد وجهه نظر شخصيه انا شايفك غلط، فلازم اثبت لك ان انت غلط باي طريقه من الاحوال. فالعفو اللي بيسبب اذى نفسي ده مش مطلوب. امتى اعفو واسكت ومقدر وكده؟ الناس، في ناس هاديه بطبعها، ما انت يعني في ناس خلاص هي هاديه بطبعها وبتقدر تستحمل وبتقدر تتجاوز، دي بطبعها هي فطره ربنا خلقها كده. لكن اوعى تحاول انك ما تكونش كده وما بتقدرش اصلا تستحمل كده وتجرب، لا بالعكس، انت يعني ده مش العفو اللي مطلوب، مش العفو المطلوب. العفو المطلوب اللي هو العفو اللي عند المقدره. لكن لو انت مش قادر انك تعفو عن حاجه هتحرقك نفسيا فما تحاولش، لان هي ببساطه هتاذيك، مش هتريحك مثلا، او مش هتحسسك انك كيوت وعملت اللي عليك وتمام، لا. وللاسف الشخص كمان اللي قدامك فيما بعد بيعتبره حق مكتسب وانه يضايقك وطبيعي وانت حقه. يعني انا نفسي ما بحبش الايموشن ده، بس دي من ضمن الحاجات اللي بلاش تخلي يومك خالي من الحاجات الحلوه اللي بجد. بمعنى معظمنا دلوقتي بقى بما اننا في اجازه، فمعظمنا بيبقى قاعد يعني على السوشيال ميديا، نايم قايم قاعد على السوشيال ميديا، بياكل وبيشرب وبينام، مش بيخرج حتى من البيت، عامل بيات شيت وحضرته ولا خمول صيفي بما اننا في الصيف يعني، فا او مثلا يتكلم مع صديقه او مش عارف ايه، وبقى غايبه ونميمه على خد الله. فبيومك بيبقى خالي من الحاجات الحلوه اللي بتحسسك مثلا انك بتتقدم ولو خطوه، زي مثلا انك الورد القراني بتاعك مش موجود، اذكار الصباح والمساء ما بتتقالش، الكاونتر او المسبحه الالكترونيه مش موجوده عشان حتى تفكرك انك كل شويه تقول ذكر حتى ولو بسيط. انا هقول على الحاجات البسيطه كبني ادم مش متعود ولسه بيحاول يجرب، صفحه بس من القران الكريم، صفحه بس، وش بس تقرا بس، ابتدي يومك بيه. وصلي، حاول على قد ما تصلي صلاه في وقتها، ما انت قاعد في البيت مش بتصلي يعني في وقته ليه؟ حاول تصلي كمان الفرض بوقته، ده اللي كل ما احاول بس انا اتصلي في الوقت. وحاول برده انك تقرب ربنا بالنوافل. النوافل دي عباره عن ركعتين قبل الفجر، وطبعا صلاه الضحى اوعى تنساها، و4 ركعات بعد الظهر وركعتين بعد الظهر، والعصر ملوش نوافل، والمغرب بعده ركعتين برده، والعشاء ركعتين. طب انا مش قادر مش عارف، معلش خدها خطوه بخطوه، يعني مش هعرف اصلي كل ده، على الاقل صلي الفرض في وقته دلوقتي، وحاول انك تجيب النوافل واحده واحده، يعني شويه بشويه كده ان شاء الله هتحاول تجيبها. يبقى صفحه القران الكريم، ورد القراني، الصلاه على وقتها، احفظ اي ذكر ودنك تقوله او استغفر على طول، حتى لو مش عايز تقرا اذكار الصباح والمساء، ده يعني بنقول ايه، زي حمله عامله كده، زي كده بنستدرج نفوسنا المتهالكه على السوشيال ميديا، بس واحده واحده، يعني مش مره واحده كده، عشان ما تعملهاش مره وتقول مش هعملها تاني، لا خدها واحده واحده، اللي هو ايه، الورد زي ما قلنا، وقراءه والصلاه خلاص على وقتها، النوافل حاول كده، النوافل حاول، وكمان الذكر هقول النوافل مره ثانيه، ركعتين قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر.
والعصر ملوش، المغرب بعده ركعتين والعشاء بعدها ركعتين، هو الظهر بس اللي قبله 4 ركعات وبعده ركعتين، هو اكتر عدد نوافل. وما تنساش برضو صلاة الضحى، واحفظ ذكر كده وخليك دايما بتقول.